على قدم وساق تسير أعمال ترميم القنصلية الإيطالية والمنازل المتضررة خلفها جراء الهجوم الإرهابي الذي كان يستهدفها منذ عدة أيام، أعمال تعيد الحياة من جديد إلى هذه المنطقة برمتها بعد أن عانت من ويلات الحادث الإرهابي الغاشم. فلا تزال عملية الإصلاح مستمرة، والتي بدأت في أيام عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة بإعادة ترميم وبناء المباني والعقارات المتضررة من الحادث الإرهابي. احنا حاليا بنقوم بدرء خطورة المبنى، لان المبنى لما انهار في بعض الاجزاء منه اصبحت خطر، وفي بعض الاجزاء اللي انهارت لازم نزلها عشان بقية العناصر المبنى ما تتأثرش. هو مقدر له ان شاء الله شهر من بداية العمل الحقيقي في اعادة الترميم. احنا لسه ابتدناش اعادة الترميم، احنا كل ده بنزيل الاجزاء المنهارة وبنعمل اختبارات على المواد اللي كانت مستخدمة عشان نبتدي نوفق المواد اللي احنا هنستخدمها معاه. أكثر من 70% من المنازل أيضا تم الانتهاء من أعمال ترميمها، والتي تركزت على إصلاح التلفيات ورفع كفاءتها كي تصبح أفضل حالا مما كانت عليه سابقا. ألف شكر للحكومة المصرية، في عز السخنية والشمس دي الناس بتشتغل بضمير. ركبوا الشبابيك وركبوا كله وشغل تمام التمام، ما عدا في بيبان اتشالت ما تركبتش. عملوا الواجهة من بره بس الداخلي لسه مشتغلوش فيه، الداخلي محتاج شغل كتير، في حاجات واقعة وفي حاجات مكسرة. هم نصبوا السقالة وعملوا الواجهة ومفروض يعملوا جوه، أول يوم النهاردة بيرمموا الأوض. فيما ينتظر آخرون أن تدخل منازلهم المتضررة ضمن خطة الترميم. بيت جنبي واخد الحيطة ووقع بيه، دخلت للرئيس الحي يقول أنا ما عارفش حارة أبو ستة، وحارة أبو ستة دي في سركس الوسطاني، يعني في ظهر السفارة على طول. جهود كبرى تبذل لسرعة الانتهاء من الإصلاحات لهذه المباني وإزالة آثار الدمار الذي خلفته الأيادي الإرهابية الآثمة التي لا تعرف سوى القتل والتخريب. هشام الرباط، هدى العاصمة.